يا لهوي، اللي انت بتعمله ده يا جعفر؟ هو انت فاكرني يا اخويا يعني من الستات اللي هم المتأنتكين دول اللي بيطلعوا في التلفزيون عشان تبوس ايدي؟ يا بنت، ده انت عندي ب 3000 مرة. انا ما عرفتش قيمتك يا بنت الناس غير ما بعدت عنك. كانت ايام عذاب يا جمالات، عذاب عليا اليمين، كان الموت ارحم لي يا جمالات. لا قول لي يا اخوي، انت حكيت لي كتير بس ما قلتليش يعني ايه اللي جرالك ده؟ بعد الشيطان الاسود ما طلع لي من تحت الارض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، عينيك يا واكل ناسك ولا عيون جن؟ جر امشي امشي، جر يا ولد الكلاب، جر جر يا جلس صحابك، جر جر. عدموني العافية، صفوا دم يا جمالات وبوظوا خلقتي. لغاية ما اللي حواليا طلعوا عليا ان انا وشي شق. يلا بسم الله، الاكل قدامكم اهو، ولو احتجتوا اي حاجه التلاجه مليانه جوه من خيرات ربنا عشان خاطر عيونكم. بس انا بقى هروح اقوى على الناحيه التانيه، وانتوا تخشوا تناموا الناحيه دي. تشكر يا اصيل يا ابو الرجالي، روح نام انت مطرحك. معلش يا سوبرهوم، احنا عارفين يعني ان المكان هنا يا دوبك على قدك، فاحنا مش عايزين نضايقها عليك اكتر. طمن يا برهومة وتوكل على الله وخش نام. ماشي، بس انتوا بقى تخلوا بالكم من نفسيكم، وانت كمان تحذر من اخوك اللي اسمه غرباوي ده، انا قلبي مش مستريح له. تصبحوا على خير. عادي برهومة احسن من اخويا واكتر، يبقى 10 من نوعية غرباوي. حاجة يا دكتور هقول لك انا عايزك في ايه، ما تستعجلش. هو موضوع يعني بالنسبة لك انت جايز نسيته. الجران اللي سيادتك طلبته يا فندم دكتور بالريسبشن. شكرا يا عظيم، انا عارف انك عملت مجهود كبير يا حبيبي. تحت امرك. انت بتتكلم على العدد اللي صدر من 3 اسابيع فاتوا. ايوه فايز بيه، شايف عاجبك كده؟ عاجبك اتبهدل واتشتت في الجورنال بتاعك كده؟ ما ينفعش الكلام ده يا فايز بيه. على فكره يعني يا فايز بيه، انا محتاج الجورنال بتاعك يدافع عني دلوقتي. جورنالك انت بالذات، لان هو الوحيد اللي شتمني وبهدلني وانا في الوزاره وانا بره الوزاره. انا مش عارف انتوا ليه بتفتحوا الدفاتر القديمه دي. لما دلوقتي يدافع عني الجورنال ده في مصلحه كبيره قوي. فهمتك يا دكتور. بس المسألة دي ما تكملش. أنا هاخد الجورنال بتاعك أحط فيه كل إعلانات المنتجع لمدة سنة، وفي مفاجأة كبيرة ليك، هدية مني. شاليه 200 متر أول وجهة على البحر، دورين فوق في روف يجنن، تقدر تقول كده قصر أسطوري. ده عرض مغري وجميل جدا حقيقة يعني يا فايز بيه. أنا نويت أظهر في الأضواء تاني، لازم أرجع للأضواء، البلد محتاجاني، يا إما عن طريق الوزارة يا إما عن طريق البرلمان. البلد محتاجة الناس اللي زيي، الناس اللي تبني مش تهدم. أولاً يا دكتور، أنا رئيس مجلس إدارة الجورنال ده، مش رئيس التحرير. وبعدين المسائل التحريرية أنا سيبها للأستاذ رضا الحكومي، هو اللي بيتصرف في المسائل التحريرية، واحيان كتير انا ما بشوفش الجريده دي. انا كل اللي عايزه من الجورنال ده انه يدعم اسمي ويحمي جارتي.
يا فايز بيه، انت عايز تقنعني يعني انك مش مسيطر على الجريده بتاعتك؟ ما تنساش يا دكتور ان اتدخلت ايام ما عليك ما كنت في الوزاره ومنعت نشر موضوع كان بيضايقك وكان هيجر عليك اهوال. لا ده علشان جت من جهات اكبر مني بكتير. احنا جايين نفتح صفحه جديده، وكل اللي فهمته من معاليك ان معاليك عايز ترد هنا على اللي كتب عنك وتحمي نفسك.